Thank you.
الدكتور عزوز سودان. صباح الخير عزوز سودان. على ذكر منورة يا لهنا. أهلا. أمال البونص بيه فين؟ هيكون فين يا راضي بيه؟ عند البار أكيد. على فكرة دي ميزة كويسة أوي إن الست تبقى دايما عارفة جوزها فين. وأنت عمرو بيه ما بتشربش حاجة ليه؟ ميرسي راضي بيه هشرب طبعا بس لسه قدامي وقت طويل. لسه ما جاتش تسعة. هبعت لكم المتر. متتعبش روحك يا راضي بيه، أنا مش أغراض. طبعا أصحاب بيت. المدام والأولاد لسه في أمريكا برضو ما بينزلوش خالص؟ هنزلوا يعملوا إيه؟ اه مبسوطين هناك وهي قاعده مع اهلها وانا بروح لهم كل شويه. يلا على اذنكم. منور يا ابو الونس. حبيبي يا راضي بيه، ليلتك زي الفل. ايه رايك في جو الحفل؟ انت راجل شيك يا راضي بيه، وكل حاجه بتعملها شيك بشيك. مبروك عليك محلات عثمان بيه. الله يبارك فيك. وانت اخبار المصانع عندك ايه؟ تمام، بنفتح فرع جديد في العاشر من رمضان، بس العمال مطلعين عينيا عليك بالعماله الهندي. اسمع كلامي، هيخلصوك. يا عم دول غاليين قوي، تذاكر سفر واقامه واكل وشرب. لا 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 غاليين بس هنجزهم. انا جبت شركه فرنساوي هي اللي هتجدد لي محلات عثمان بيه. بس دول تلاقيهم جزروا الجزر. جزروني عيب، لكن شغل العبد ولا تربيته. سعاده الباشا بعد اذنكم صوره مع بعض. يا سلام، ده شرف كبير ليا. حبك تيجي على الصوره قدام البار شعراوي؟ ما بطلع الحركات بتاعتكم دي. والله ما اقصد يا سعاده الباشا. طب تحب نتنقل اي حته يا فندم؟ اتفضل بونص بيه. سمع حلو يا سعاده الباشا. صفقه عثمان بيه دي صفقه سياسيه مش صفقه تجاريه. ليه؟ لأن مش معقول كده من غير ممارسة ولا مناقصة ولا مزايدة تروح لراضي بيه وبالسعر ده. ده معناه إيه يا مومبيه؟ معناه إن البلد بتطلع لسانها لكل المستثمرين ورجال الأعمال، وبتأكد إن راضي بيه حبيب النظام والفتى المدلل. بس أنا شايف إن المسألة دي مش هتعدي بسهولة يا عبد العزيز بيه. تعدي، كله بيعدي. يعني هيتهاجم شوية من الصحافة وهيطلع واحد في مجلس الشعب يصرخ ويطلب استجواب، وبعدين البلد هتقف وتشخط شخطتها وتقول بس كل واحد يحط لسانه ببقه. ايه واقفين كده ليه؟ اهلا. مشربش حاجه ليه يا عبد العزيز بيه؟ لا الحمد لله، انا شربت لما تعميت. ربنا يجعله دايما عام. طيب في جهاز لو محتاج تاكل اي حاجه. ميرسي. شكر شكر قوي قوي. بس احنا لا اكلنا ولا شربنا يا عبد العزيز بيه. ازاي بقى؟ ده احنا شربنا من كعنا وكلنا على قفانا. Thank you.
ايه من انهي مصيبه ده؟ حتى الفران مش سايبانا في حالنا. اهو كله من الخرم اللي في السقف ده. والنبي يا ابو طارق بس ادهولنا. هو خرم واحد يا ابو طارق؟ اجي 100 خرم. رب خدني بقى وريحني من الغلب اللي انا فيه. يا دي الليله السودا، حرام عليك يا راجل، انت ايه ما عندكش غير الدعوه دي؟ هتموت كاف. وبعدين سيب الزفته دي وتعالى كلك لقمه. يوه شبعان، ليش نفس، خلي العيال تاكل. مشكلتنا في البلد الحقد. صدقني يا عبد العزيز بيه، الحقد. انا لما دخلت المناقصه واشتريت محلات عثمان بيه، كل المستشارين عندي نصحوني اطلع. دي محلات مش جايبه ثمنها، تخسر كل سنه فوق ال 100 مليون جنيه. حتى المباني حالتها زي الزفت ومعظمها قايل السقوط ومحتاجه ترميم هيتكلف الملايين. ده غير بقى العمال اللي مضطر البسهم فوق البيع. موظفين عايزين يضربوا ويعتصموا وبيطالبوا بزياده المرتبات ومش عايزين يشتغلوا، ما انت عارف. انا نصحتك يا راضي بيه من الاول، سعادتك اللي ما سمعتش كلامي. ايوه بس برضه ما تنساش القيمة التاريخية لمحلات عثمان بيه دي، بقى لها أكتر من 100 سنة. وأنا هعمل إيه بقى بالقيمة التاريخية؟ هجيبوا السياح يتفرجوا عليها؟ عبد العزيز بيه قصده الاسم التجاري. الاسم التجاري؟ ده هو ده المصير. أنا واخد حاجة فاشلة والدنيا كلها عارفة إنها فاشلة. والاسم اللي أنتوا بتحسدوني عليه ده أكبر عقبة قدامي، محلات عثمان بيه. هو في حد النهاردة هيلبس من عثمان بيه؟ الله، أمال طلعت الشرنوبي يعمل لك دوشة ليه؟ وبيهاجمك على إيه؟ يجي يشيل. انا بعت له على الاستاذ ارنر قلت له يجي يشيل ويريحني. حصل ولا لا؟ حصل والله يا عبد العزيز بيه. احنا ملوك الهدد يا عبد العزيز بيه، نحب نخش اي حاجه نبوظها ونجيبها على الارض. حتى بص لتاريخنا، تلاقي اي حد يجي اول حاجه يعملها يمسح تاريخ اللي قبله ويشوه المعابد اللي بناها. لا 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 مش معاك قوي في الحكايه دي. الهرم اهو واقف على حيله مع ان بقاله 5000 سنه واكتر. عارف ليه يا عبد العزيز بيه؟ عشان لا عارفين ازاي اتبنى ولا عارفين ازاي نهبه. والله العظيم انا لولا شايف شويه تشجيع ومسانده من القياده السياسيه ما كنت قعدت في البلد دي لحظه واحده. البيزنس ملوش وطن يا عبد العزيز بيه. وانا بلاد كتيره قوي عرضت عليا ان انقل شغل هناك، لكن نعمل ايه بقى؟ بنحبها. زي ما انت بعد اذنك سعاده الباشا، صوره للتاريخ. وبعدين معاك يا شعراوي، ماشي وراها بالكاميرا ولا ايه؟ مفيش حد غيري في الحفله دي تصوره. سعاده الباشا ده شرف لنا. استنى يا شعراوي، انت كده هتدمر التاريخ. لازم نشيل الازازه دي من هنا، احنا مش ناقصين مصايب. عندك حق. مات. شيل قبل الكاسات دي. خد 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 دي. ايوه هات العصير ده كويس قوي. شكرا. يلا. احنا جاهزين يا شعراوي. ابتسامة حلوة يا سعادة الباشا. اها. شكرا يا فندم. شوف الواد بيعيط ليه؟ حتى النومه مش عارفه تهني عليها. بس بقى ايه؟ ماما عايز ايه؟ عايز اكل. تاكل ايه؟ مش لسه كنا بنطفح؟ انت مش لسه طافق دلوقتي؟ لا انا ما اكلتش عشان هم ايديهم كبيره وخلصوا كل الاكل وانا ما اكلتش غير لقمه وايديا مكسوره ومش عارفه اكل. طب طب معلش. نام وانا هجيب لك اكل الصبح. لا مش هنام الا لما اكل. بقول نام. لا مش هنام الا لما اقول نام. لا اصل نام دلوقتي بقى، بطل وجع الدماغ. لا مش هنام الا لما. بس بقى طلعت عين امي، انا هي مش عارفه تشوف النوم. يا ساتر خدني بقى يا رب. على فين رايح؟ في حياته وداهية، في اي مصيبه. سيبيني في حالي، انا خلاص قربت. اتخبي.
احنا مشكلتنا في البلد الحب. لو اتعلمنا نحب بعض اكتر هنبقى احسن بلد في الدنيا دي كلها. انا على نفسي ممكن احط كل فلوسي في البنوك واعيش انا واولادي واحفادي على الفوائد وبس، ولا شغل ولا وجع دماغ. انما بشتغل ليه؟ عشان اوفر فرصه عمل للغلبان الشقيان اللي مش لاقي ياكل. عشان كده ربنا بيكرمني، واللي بيحسدني الاغنياء مش الفقراء، وحسد الاغنياء ده بقى اعوذ بالله. واضح انك يا راضي بيه مؤمن بالحسد. ايوه طبعا، مذكور في القران. وبعدين مش اول جريمه قتل في البشريه كانت بسبب الحسد؟ لما قابيل قتل اخوها بيه مش كان بسبب الحسد؟ الحقيقه لا، الحقيقه كانت بسبب الستات. اصل قابيل طمع في امراه قابيل. اهدى مؤنس كده. ما تخف شوية، احنا لسه في أول ليل. نفسي في مرة نروح ماشيين على رجلينا مش متشالين. لا والله، ده أنا لسه ما دخلتش في الغميق، ده أنا لسه على البر. تشيرز. ده الكاس نمرة كام؟ ده تاني كاس. بذمتك؟ أهو التحقيق اللي بتعمليه معايا ده هو اللي بيلخبطني في العد. بصي، احنا ننسى كل اللي اتشرب قبل كده ونبتدي العد من أول ده. سيبك انت، القناعة على كنز اللي يفنى ده كلام مظبوط. أنا أول مليون جنيه عملتها في حياتي قلت بس حلو قوي كده، وبوست إيدي ووش وظهر. أبص لقي لك الخير إيه؟ نازل يرف عليا زي المطر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ايوه هي دي كلمه السر. انا طول عمري راضي. اسمع، انا مسمى بيقولوا ان كل واحد فينا بيبقى فيه جانب من معنى اسمه، وانا وعيت على الدنيا دي لقيت نفسي راضي. ايوه ايه حصل امتى ده؟ من نص ساعه. طيب طيب طيب، ايه في ايه خير؟ مال وشك قلب كده ليه؟ مباحث الأموال العامة قبضت على طلعت الشرنوبي وقرروا تجميد كل أمواله وأرصدته في البنوك. إمتى الكلام ده؟ من نص ساعة بس. سبحان الله، اللهم لا شمال. شفت كان عمال يحارب ويكسر فيا إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الحقيقة كان عنده مخالفات كتير، والكلام زاد عليه الأيام اللي فاتت دي. قلت له، والله العظيم قلت له. قلت له خليك في اللي أنت فيها طلعت وبعد كده فوق لنا، وهو مفيش، كل يوم الصبح يصحى ما عندوش غير شغلانة واحدة. راضي عبد النعيم، راضي عبد النعيم. ما ننشغل بغيري، ماتك كمل يا عبد العزيز بيه. نورين. ايه يا جماعه مالكم ساكتين ليه؟ هو حسن حاجه ولا ايه؟ قبضوا على طلعت الشرنوبي، ده حرام. مين اللي قبض عليه؟ مباحث الاموال العامه. ليه؟ عنده مخالفات كتير قوي، رشاوي وفساد، الموضوع كبير قوي يا مؤنس بيه. وراحوا خدوه كده من مكتبه؟ ايوه يا مؤنس بيه. ايه ده؟ هو احنا هنرجع لعصر التأميم تاني ولا ايه؟ شوف يا مؤنس بيه، القيادة السياسية عارفة هي بتعمل ايه بالظبط، ورجل الأعمال النظيف ما يخافش من حاجة أبدا، ويحط صباعه في عين التخين. كلام مظبوط. الكريتيات من اللي معاك بدل ما ازعلك. امسك ده ماليش فيه، ابرز بقى اي فلوس بسرعه. امسك امسك، اتكل على الله، المنطقه دي كلها هوا. لا يا باشا طبعا، سيادتك بتتكلم صح، دي دولة مش طابونة. بس هو الطمع يا باشا وفراغة العين، صدقني ربنا يخلي سعادتك يا باشا. يوصل يا باشا، اتفضل اتفضل يا باشا. ده مساعد الوزير بيسلم على سعادتك وبيعتذر انه ما قدرش يجي الحفلة، الداخلية مقلوبة. هو مين اللي قبض على طلعت الشرنوبي؟
اللواء شوقي المر. مين اللواء شوقي المر؟ ده رئيس مباحث الأموال العامة الجديد، بس باين عليه إيه؟ ذكر. ده مسك من إمتى ده؟ من أسبوع، 10 أيام. يا سيدي، غربال الجديد له شد. لا، ده مش غربال جديد، ده الريس هو اللي جايبه. الريس بنفسه؟ أيوه، مساعد الوزير لسه قايل لي الكلام ده في التليفون. واللواء إبراهيم عزيز راح فين أمال؟ تقريباً كده لبس الجلابية وقعد في البيت. كله زي ما هو، هو محدش كال ولا ايه؟ البوفيهات اللي زي دي محدش بياكل فيها، دي معموله عشان تتصور بس. هو في حد من المعازيم دول نفسه ياكل؟ لا، اوعى اوعى يكون الاكل ده مضروب. مضروب ايه بس؟ ده اكل فايف ستارز، ثلاث ارباعه جاي من بره في الطياره. امال ايه الكائن ده يا متر؟ ده غزال. يعني القرون دي قرون غزال؟ ايوه طبعا. طيب بعد اذن حضرتك صورني صوره جنب الغزال ده. ماشي. بعد اذنك. حاضر. ثانية واحدة. ثانية واحدة. مالك لك يا معلم؟ الله يبارك لك، خلصت الطلب بسرعة بقى. حالاً أهو، تحب أحط لك سلطة وطحينة؟ يا عم الله يبارك لك، حط اللي عجبك، العيال سايبهم على لحم بطنهم. طب خد كل السندوتش ده، دوق. تشكر يا معلم. عندي. معلش لفهم لي معاهم يعني، معلش. ماشي. تشكر. اتفضل يا معلم. الله يبارك لك. ماشي يا أمين. Let's go.